صباح الخير يا ستي. شو بدك انت التانية؟ سيدي الاغا قال بده يجيب له ملبوسه، بده يلبس بالليوان ويطلع براني. شفتي ماله طايق يتطلع بوشي؟ اي يا امي انت كمان الحق عليكي، شايفتي جايه متضايق، ليش لحتى تحركشي؟ ستي قولي لي شو اعمل؟ خدي له ثيابه قوام، قوام قبل ما يتفشش بحدا تاني. ولك وين هالثياب يا ام عبدو؟ ولك الله لا يخليك يا ستي لا توسخي. ويلي ما عم قلبي. صلى ما بتبلع الان. تسلمي لي يا الله. حشمه ولا اخلاق. مرحبا ابصر شو صاير معه الاغا. قولي دخيلك يا مراد افندي لتكون انت اللي مزعله. لا 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 هالمره انا ما دخلني بنوك. متاكد؟ شو متاكد؟ سمعتي شي عم يقول اسم مراد؟ لا. طب سمعتي شي عم يجيب سيره الابائي؟ هالمره لا. معناها ما دخلني. احنا فدنا. يا الله. لك والله لو كنتي بنت اكلي بوز لحتى ارجيكي من هو الاغا. بسيطة من هلا ورايح الي اذا كنت بتلقي. فتحتوا القصة الدنيا انتو! فتحتوا القصة الدنيا هلا بحكيكي! اغا صاير معه شغلة كبيرة. اكيد صاير معه شيء امبارح بالمجلس. شو بده يصير معه يعني؟ ما بعرف. بس ما في بالعادة يطلع خلقه على امي قدام الخدم ويبهدلها هالبهدلة. يو، شو دخل امك بالنص؟ ولا الفاينة ما بتطلع الا من حظ الحريم؟ أكيد في شي قصة ما غصت له عيشته. كل شي ولا يكون عزلوه من المجلس. ولي تكون راحت عليك يا متحد أفندي. تعال يا بنت! تعال أشوف شو فيه. أنا؟ أي أنت تعال. مرة لما الاغا بينادي لك بلحظة بندها بتكوني مخطفته، مفهوم؟ يا مو بوس ايدك لبقى تقولي شكرية. شو وطي صوتك هلا بتفضحنا؟ شو بك؟ ليش مين قال لك انه ما كنت رح انفضح يا مو؟ شفتي؟ شفتي كيف كان الاغا عم بيطلع فيني؟ سمعت يا مو، نازي خانه حكت لي. ضربني يا مو، ضربني. بس انا كنت بستاهل هالكف لحتى ادرى بحالي. يا علي عليك يا مو، يا علي عليك، يا ريتني انا يا حبيبي. انا اللي غلطت لما هربت من نمرة العصملي. هنيك الموت كان اشرف لي ب 100 مرة من هالحالة هي. طول بالك لك يا مو، طول بالك. بكره بتهون. انا اللي عم هون يا مو. لكن في رجال برضى على حاله ويصير حريمي؟ كيف هيك؟ كيف هيك لحتى صاروا طاواتك؟ لك امي قال شو جبرك على المر؟ قال له اللي امر منه. نسيت كيف اجى عسكر العصمان اللي بالليالي علينا؟ ولولا لطف الله كنت رحت فيها. انا ما عاد ابقى هون ولا ساعه يا مو. بدهم يموتوني يموتوني، بدهم يشنقوني يشنقوني. هنيك الواحد بيموت مره، هون عم بموت الف مره يا مو. دخيلك يا مو. لك بيري ضايع عليك، طول بالك. والله ما يصير لك شي، بروح فيها انا، بروح فيها انا. المحقوق، انا المحقوق لاني طاوعتك يا مو. ما فكرتي اذا انكشف امري شو بدهم يعملوا فيني؟ هدول اغوات يا مو. بتعرفي شو يعني اغوات؟ يعني بتكون الحكايه موته، بتصير موته وعصيت قبر. لا لا، بعيد الشر عنك يا امي، بعيد الشر عنك. كش برا وبعيد. دخيلك يا مو، وعياتي عندك. لا بقى تجيب سيره الموت على لسانك. لك شكرية، انتي هون ونازك خان ومقلب عليك الدنيا؟
ولكن أين أبعدك عنا سعادة القنصل كل هذا الوقت؟ سعادة القنصل ليس الأمر كذلك، بل أنا التي ذهبت إلى باريس لأمنحه بعض الحرية وبمحض إرادتي. بالطبع بالطبع، لقد أمضينا أنا وسعادة القنصل أوقاتا طويلة في الصيد، كان يبدو لي فيها كشاب متفتح للحياة لا يمل من الجري وراء الطرائد. سعادة القنصل، مدام. سعادة القنصل، قل لي، هل كان صيدكم سمينا؟ أعني هل يستحق كل هذا العناء؟ يا سيدتي، إن زوجك ماهر في هذا الشأن بلا شك، ولكن لا تتوقع مني أن أسهب معك في هذا الموضوع، فبالنهاية تبقى هذه الأمور أسرار صيادين. من هو الذي يصطاد في المياه الموحلة؟ لست أنا يا سيدي، أقسم لك بشرفك صياد إنني لم أبوح لزوجتك الجميلة بأي شيء عن أسرارنا. إنجليزي والصياد خائب، ولا فائدة ترجى منك. لا تخطئ يا سيدي، لقد أثبتت المعاهدة التي نقيم الحفلة على شرفها أننا استطعنا إيقاع الدب الروسي في شباكنا وترويضه أيضا حتى أصبح صالحا للعرض في الساحات العامة وهو يرقص على قدم واحدة. لا أخفيك يا سيدي أننا سعداء جدا لأن القيصر الروسي يرقص غيظا، خصوصا بعد منعه من إقامة قواعده الحربية على شواطئ البحر الأسود ومنع سفنه من الدخول إليه. سيباتو بيانسور. الرجال الفرنسيون طماعون جدا يا سيدتي، يحبون الحصول على أي شيء يقع تحت أيديهم. إنهم لا يكتفون بالزوجات الجميلات، بل يطلبون عشيقات متيمات وعلى نفس القدر من الجمال وفي جميع المستعمرات. أخشى أن هذا صعب جدا سعادة القنصل، فلا توجد مثل النساء الفرنسيات على الإطلاق. وما بال السيدات على الضفة الأخرى للمانش؟ أليس لهن حصة في هذا التوزيع الظالم للمدائح؟ طبعا يا سيدتي، ومن مثل نبيلات ويلز في الرقة والرفعة والأناقة، إنهن يستأثرن بكل شيء ولا يتركن لأحد فرصة للاقتسام معهن، مثل ما فعلتم بنا في باريس خلال شهرين من المحادثات. ليس برأينا هناك شيء للاقتسام، نحن أيضا لم نقتطع حصتنا من الكعكة التركية. لأنكم لم تسمحوا بتقسيمها. الآن، ولكن من يدري بعد ذلك؟ يا إلهي، كم تبدو الحياة قاسية بعيدا عن الوطن، خصوصا برفقة رجل إنجليزي نبيل، إن ذلك يشبه اليتم حقا. سعادة القنصل، كم يفتقر الإنجليز للذوق فعلا. هل تريد حصة من هذه الكعكة؟ إنها مصنوعة حسب الطريقة الإنجليزية ومحلاة بالشوكولا حسب الوصفة الملكية. ليس الآن، ليس الآن. متأكد؟ لا بأس. أعتقد أنه علي أن أقول كلمة قصيرة بهذه المناسبة. إنجليزي؟ Ladies and gentlemen، سيداتي وسادتي، سعادة القناصل والمندوبين، نجتمع في هذه اللحظة المهمة لنشهد إعلان اتفاق سيغير وجه المنطقة ويرسخ تحالفاتها. إن اتفاق أصحاب الجلالة وأصحاب السمو وفخامة رؤساء دول تركيا، فرنسا، إنجلترا، سردينيا والنمسا قد أسفر عن انتصار الإرادة الطيبة، وقد قطفت ثماره في مؤتمر باريس برئاسة وزير الخارجية الفرنسي المسيو والينسكي. هذا المؤتمر الذي وضع حداً للأطماع الروسية في السلطنة العثمانية ورسم حدوداً للجميع مقبولة للتعامل بين الدول في هذا العصر. لنشرب نخبة اتفاقية باريس. لقد أوقعتم بالوينسكي فخرجنا من المعاهدة بالرئاسة الشكلية له. هل تعتقد يا سيدي أن فخامة وزير الخارجية الفرنسي هو رجل بسيط إلى هذا الحد؟ كل شروط المعاهدة وقفت عند حدود معينة تصب في مصلحة إنجلترا. أجل،
لقد وصلني مؤخرا أن الإمبراطور غير راض تماما على كل ما اتفقنا عليه. هذا يعني أن مستقبل لوينسكي السياسي مهدد بالخطر. لماذا تطلبون أكثر مما حصلتم عليه؟ لقد ألغيت جميع الامتيازات الروسية التي حصل عليها القياصرة في معاهدتي كوتشك وأذرنا، وحصلت الإمارات الرومانية التي كان وضعها محرجاً حصلت على الاستقلال الداخلي، وفتحت الملاحة في نهر الدانوب، وأصبح البحر الأسود المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة للأسطول الروسي. أصبح البحر الأسود بحيرة حيادية. كل هذا يأتي بعد فقرة وحيدة توجت المعاهدة ورسمتها السياسة الإنجليزية على نحو صارم ومغلق الأطراف. لقد أعدتم الروح إلى الجسد العثماني الذي بدا لنا عارياً وغير قادر على المقاومة، وربما كان قابلاً للانقسام إن لم يكن منقسماً تماماً في هذه اللحظة. انتبه يا سعادة القنصل لما تصرح به، فهو خطير. إننا معاً أخرجنا روسيا من المنطقة وكففنا يدها عن أي مطالبات في المستقبل، ولكن الشرط الأول في المعاهدة واضح جداً: تحترم الدول المجتمعة في باريس كيان الدولة العثمانية وتسعى للحفاظ عليه وتمنع أي اعتداء أو تدخل في شؤونها. جيسكاكا، إلى متى؟ إلى أن؟ هذا لعب بالألفاظ على الطريقة الإنجليزية غير موجود في القاموس الفرنسي. ألم أقل لك دائما يا سعادة القنصل إن اللغة الفرنسية هي لغة القصائد العاطفية والأدب الرفيع، وهي غالبا ما تفشل في مجال السياسة؟ لقد كان ريتشارد مغتاظا جدا. كان مغتاظا جدا عندما عادت جيم من إنجلترا، لدرجة أنه لم يستطع تناول شاي الخامسة. يبدو أن الأمر خطير حقا. بالطبع يا عزيزتي، لقد ذرع الشرفة بخطواته عشرات المرات، وهو يبربر على نساء النبلاء في إنجلترا وما يرتكبه من حماقات. عزيزتي، ولكن ليس جميعهن. بالطبع يا عزيزتي، ليس جميعهن. هناك استثناءات طبعا لا يرقى إليها الشك. المهم، في الليل مددت يدي لأعبث بالشرابات المتدلية من قبعته. أنت تعلمين، أنا كالأطفال، كلما أحسست بالقلق لابد لي أن أفعل ذلك. أيتها الشقية، وماذا حدث؟ تصوري أنني لم أجده بجانبي. المسكين لم يستطع النوم في تلك الليلة قبل أن يدبج مجموعة من الرسائل إلى القصر الملكي وإلى مجلس اللوردات وإلى وزير الشؤون الخارجية يشرح فيه موقفه، ولماذا تخلى عن مساعدة الليدي ديكبي عندما طلبت منه العون للسفر إلى مضارب زوجها البدوي. لقد سمعت مؤخرا من المترجم الذي يرافق زوجي في زيارته إلى الوالي أنها مريضة جدا، وقد يكون هناك خطر على حياتها. صدقيني، إنها مثل الهررة بسبعة أرواح، تستطيع الإنفاق منها بما يجعلها تعيش عدة أجيال. لكن لو حصل لها أي مكروه سيعتبر زوجك مسؤولا عن الأمر وبشكل مباشر. إن هذا ما يشغل باله ويجعله في وضع لا يحسد عليه. غالبا ما يقول لي متناهدا إن شؤون كل مصالح بريطانيا العظمى بالنسبة لي في كفة، وحل مشكلة الليدي ديكبي في كفة الأخرى. إلى هذا الحد؟ إن تهورها يكاد يجعله يخرج عن أصول اللباقة والدبلوماسية. إنها امرأة مجنونة حقا. عزيزتي، أخبريني، ألا تتملكك الرغبة أحيانا أن تكوني مكانها؟ يا عزيزتي، لا تقولي ذلك. Ha ha ha!
هذه المرة لحقت فيك. أنا تركتك تسيبني بخاطري، ولو قرينت ما بفارس داني صار فرسي. صارت تتكلمين مثل الفرسان العرب المري. وش ينقصني؟ أنا أتعلم ركوب الخيل من أبي وجدي، وهذه الفرس فرس زوجي الشيخ نجم المصري اللي هداها لي هو اليوم أسافر معه بيها. لا بالله ما هداك الريش، أنت اللي خذتيها عنوة وتركت الهودش، تذكرين؟ إيه أذكر. شايف أنت وجهك اللي تصبخ بالأحمر يوم أنا أخذت منك فرسك سلطانة وقلت لك أنا لا أسافر إلا بيها، وأنت ما عاد تدري إيش تسوي بروحك. من يومها كان لزوم تعلم أني وقعت بوحدة مجنونة. لكنك طلبتني حليلة وزوجة لك، وأنت قبلتي. وأنا قبلت. كنت تدرين إن الشيخ مجول له زوجة وولاد؟ لكنك وعدتني يومها ما تعرف حرمة غيري، وأنا ما خليت بوعدي ليك. مش كانت تسوي مسجة بالشك تاعك يوم وصلت الديرة؟ انتي ما كفاش تعلمتي لسان هالعربان، زاد تعلمتي هرجة الضراير. ضراير؟ وش معنى هذا الكلام؟ أنا ما أفتهم. لما الحرمة تتزوج رجل متزوج قبلها يقولون جت على ضره، ويكونوا اثنين الحريم الأولى والثانية لبعضهم ضراير. أنا ضرة؟ أنت يا مشول تريدني يكون ضرة؟ واحدة من اثنين يكونون زوجك. هذا بعرفنا وعاداتنا وتقاليدنا، ما يعيبك. لكن تذكري أنا ما خليتك واحدة من اثنين من يوم عرفتك. لكن أنا ومسجي الحين مسجي مالة ذنب اللي كان واللي مقدر واللي صار، وأنا ما أقدر أخليها مضغة للعربان. هذا يشبه كلام الشيخ محمد والشيخ فارس. وأنا زاد شيخ من شيوخها، ما أقدر أخرج عن عرفها وعاداتها. لكن أنت يا مشول شيء تاني. لا يا جين، أنا يوم اللي حبيتك حبيتك مثل ما أنت، وأنت يوم وقع هواي بخاطرك كنت مثل ما أنا الحين، قشي وكشوري اللي أنت حبيتيها. أنت يقول الصحيح. أنا ما بدي الروح يا مزيونة، أنا أحبك اليوم مثل البارحة وأكثر، لكن اليوم مثل البارحة الشيخ مجول البدوي ابن العربان اللي ما يبدل قشوره، انت انت تريدينه مثل ما يريدك تراه ما يبيعك بالغالي قبل الرخيص. مجول انا يعرف، انا يعرف. لا تقول بعد. اريد اقول لك بعد، انا ما جيت صوب مسجة من يوم اللي عرفتك. كيف يعيشون الضراير مع بعضهم يا شيخ؟ ها؟ الذرة كيف تعيش مع الثانية؟ يتقاسمون في كل شيء. تقصد الشق والأغراض؟ أيصير، ويصير يكون لكل حرمة بيتها وأغراضها. والولاد؟ يربوهم مع بعضهم البعض وما يفرقون بينهم، ويأكلون ويعيشون مع بعضهم كأنهم عيلة واحدة؟ هي يعيشون مع بعضهم. والرجل؟ رجل أي قسم أيامه، ليلة ينام عند الأولى وليلة ينام عند الثانية. وقلبه؟ شبيه قلبه؟ شايف يقدر يقسم قلبه؟ وشريت بدوي هذه الفرس الصقلاوية اللي ما كنت نشوف قبل هذه اليوم واحدة بزينها. صقلاوية؟ نعم، في الشام راهم يسموا الفرس الحمراء صقلاوية. راك تحكي لسان أهل الشام بالتمام. هذا هو الحال يا أمير، لازم نمشي مع أيامنا. صحيح صحيح، تبارك الله. تعرف يا ولد محمد، هذا الفرس تبان معشرة ومهرها يكون في بطنها. يبشرك بالخير يا أمير، ولو كان كلامك صحيح يا سيدي، المهرة هدية مني لولدك محي الدين. راك تقول صحيح يا عمي، فيما يغلى عليك يا غالي يا ولد الغالي. مشكورين ولد محمد، راك ما قصرتش. طمني، راك تشوفها مليحة. الخيل في نواصيها، فرص شباب، لكن يا حصراه يا ولد محمد، وين تبان هذا الفرس؟ قدام فرس هميان وفرس ولد نايل.
يا سيدي ما زلت متعلق بالبلاد وفي الخيول نتاعها اللي خليناها. على كل حال قعدتنا في الشام فيها خير وبركة. مبروك عليك هذا الأصيلة، واطلب ربي إن شاء الله يكون وزنها من فحل أصيل، وإن شاء الله يرزقك بالمهر الصقلاوي اللي انت بغيه. الله يستجيب لدعوتك يا سيدي. فخامة أمير عبد القادر. نعم. سلام تعظيم لحضرتكم من والي شام محمود نديم باشا. وعلى رسول الله أطيب الصلاة والسلام. فخامتكم مدعوون لحضور مجلس ولايات مصباح يوم سبت في سرايا كبيرة. مجلس ولاية؟ جناب والي يتمنى عليكم عدم إبطاء عن حضور مجلس مذكور. تبلغ جناب الوالي أن الخبر قد وصل إلى مسامعنا. تشكرات فخامة أمير، تشكرات. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استي بالقهوة. القهوة تهون من بكير وراح على الخان، الله ييسر له. العبد وينه؟ بالمطبخ ستي. وشكري يا خانون. والله يا ستي ما بعرف وينه. لسه عم تتخبى؟ ما قلتوا لاني معه وسطى؟ قلنا لها ستي قلنا لها. لك وين عم تتخبى هالمجنونة؟ والله ما بعرف يا ستي. بدك مني شيء؟ لا هي حالها شغلها. الليلة فاتت على الأم أم وما عادت تطلع. يبعث لك حمى، أنت التهي بشغلك. شكرية وصار الرجال يقول جوعان جوعان لك جوعان وما حدا يرد علي يا حرام هيك لحتى غشي لا من تمه ولا من كمه يا حرام يا حرام مسكين ابن عرب فقير بين يدين واسملي لا بيرهمك ولا بيخلي رحمة الله تنزل عليك اي والله واجتمعوا العالم حواليه هذا يقول رشوله مي رشوله مي لك رشوله مي والتاني يقول شمموا بصلي البصلي احسن أحسن شي ما زهر ما زهر فرنجية عم قل لك جوعان جوعان ميت من جوعه وبتقولي لي ما زهر وبعدين شو بيصير؟ مات من جوع؟ كان معي شوية رز مخبيتهم تحت الملاية لأبني العاجز استناولت منهم كمشي وحطيت له ياهم بتمه بعدين فاق؟ يا حرام شو فاق؟ فتح عيني وقال دخيلك يامو دخيلك يا يامو خديني لعندك أمان يا يامو أمان لوين بده ياخده؟ ايش بيعرفني يمكن على الاخره الله يرحمنا الله يرحمنا من ايام سودا ايه لو تطلع يا فرنجيه وتشوفي الناس برا كيف عايشه لك نحن هون عايشين بالف نعمه الله يعين الناس برا ام عبدو ابنك الثاني شكريه لسه بده يترك من عند بيت الاغا ابني الثاني بيقصد ابن اخته انت ما صار بيعرفي ام عبدو بيقول دايما عن بنت صبي وعن صبي بنت ايوه 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 رعبتيني انت ما لازم يرتاب على كل ام عبدو لازم انت بيفهم شكريه اذا بيترك بيت الاغا شو بيصير بحاله الله يهدي شفتي شلون ام عبدو انت صرت بيحكي مثل فرنجيه اه يا مجنونة بيهون عليك الدشري ستك نازل وما تقعدي تشوفي وشها طيب ساعة مين بده يعكر مزاجك مين أغيص عليك يا عيشتك اه ايه ها اضحكي اضحكي بقى تعرفي من وقت ما اشتغلتي عنا ما شفتك مكشرة عن صف اللولي لك ولا حتى عينك اجت بعيني العفو يا ستي العفو يا ستي لك حتى صوتك مثل مجرشة الطاحون على عيبك وليش كريه؟ لتكوني بدك تدشري من عنا لتروحي تحيي أفراح وليالي ملاح وليه؟ شو؟ غنيلي يلا شكريه غنيلي ما بدك؟ ليش ما بدك؟
شوفي زهرة مقصوفة الرقبة كيف عم تغني، ها اسمعي. لساتك زعلانة؟ انت الحق عليكي، قلت لك من الاول اشتغلي وصيفة عندي. لا ما بدك، عجبتك الاهرمة اللي عم تهرمك ياها ادم الخير. مو بايدي يا ستي. لكن بايد مين؟ لك يا مجنونة، في وحدة بصح لها تشتغل الوصيفة الخصوصية تبع نازك خانم، بتقول لا انا ما بقبل غير قشر بصل بالمطبخ. هذا المكتب لي يا ستي، يا بعيش بزل يا اما. يا اما شو؟ ولا شي يا ستي، الله يعينك الحي على بلواه. تأمريني بشي يا ستي؟ ايه بدي اياكي بس يجي الاغا على البيت تركضي لعنده وتبوسي ايده وتستسمحي منه. امرك ستي. وكمان ما بقى تتخبي طول النهار هون وهون. حاضر ستي. يعني بده يحضر معكم الجلسه بعد بكره؟ هذا اذا رضي وتكرم وتعطف وقبل يكون عضو بمجلس الولايه. ما كنت عم اقول لك من الاول يا اغا انه هذا كله شان كبير بالشام. الله يقدم اللي فيه الخير. عم بيقولوا يا آغا انكم بالاول منعتوا يصير هذا الشيء. ومن هدول اللي عم يقولوا؟ والله في هيك شوشرة بالبلد يا آغا. شو الناس اللي بتحب الفاينة؟ يعني انتوا ما منعتوا فوت الامير على المجلس؟ لك ابني انت شو فاهمك بهالشغله؟ بدنا نتنور منك يا آغا. السيرة وما فيها انه المجلس لا ابدا قبوله ولا ابدا رفضه. شو هي حزيرة؟ اي حزيرة الجواب تركناه لجناب الوالي، لانه ما فهمنا انه هو فعلا بده الامير بالمجلس ولا شغلة وجهني. هذا اول باشتان. وثاني باشتان؟ ثاني باشتان مثل ما بتعرفوا انه الامير كان جاي والي على الشام، بعدين ما صار نصيب، واجا نديم باشا محله، معناها انه الباب العالي له راي بالحكاية. هذا هو ثاني باشتان. والله ما بعرف يا اخا. كمان نحن قلنا بالمجلس الوالي نحن ما بنعرف، انت ساوي يلي بدك اياه. الأمير أكبر من هالشغلات بكتير، واللي حضروا دروسه ومجلسه عم بيقولوا إنه كلهم طب محله أنطار. إيه سيدي حكواتي زمانك، بهاليومين بيجي على المجلس ومنشوفه كيف بده يطلع الزير من البير. هاي كلها دروس لك يا مشهد، لازم تفهم، لازم تعرف إمتى تطخي راسك لما بيحب الهوى، حتى اللي ناصب لك المصلاية هو يا فيها. لازم كل ساعة تحط ايدك تلاقي راسك بين كتافك وتقول سلامتك يا راسي من بين الروس. فهمان؟ فهمان يا اخ. يا ميت أهلين وسهلين بالآغا. أهلين يا أبي. وين أمك؟ فوق بمخدعها يا أبي. لسا ما نزلت؟ من هداك النهار وهي حابسة حالها فوق. أيوة ما حان وقته يا أبي. وقت شو؟ إنك تترد عليها وتصالحها، يعني اليوم ليلة خميس، ليلة فضيلة. ماشي الحال ماشي. شو طبختوا اليوم يا ادم الخير؟ شو شبرك سيدي؟ شو شبرك؟ لا يلا ليلتنا بيضة، طلعوا لي الاكل لفوق. ماشي الحال. شكرية. نور
أرحب بكم يا أمير في مجلس ولايتنا، وندعو لكم بالتوفيق في مهمات ومسؤوليات جديدة. كنا نخشى الله تقبل القيام بها. تشكرات، بارك الله فيكم يا جناب الوالي. نحن لم نقصر أبدا في خدمة مصالح الناس الخدمة الصالحة، ولن نقصر الآن بإذن الله في اغتنام أي فرصة لرفع المظالم وتحسين أحوال أهل الشام. أهل الشام؟ كنا نظن أنكم ستكونون هنا في المجلس لتمثيل مغاربة من ملتكم. لقد طلبت الشام وطنا وأهلها أهلا، ومانيش نفرق بين شامي ومغربي ولا جزائري في التمثيل عنهم ورفع مطالبهم في هذا المجلس الكريم. إن شاء الله إن شاء الله. افتخار أماجد كرام شيوخ أعيان، ما معروضات مجلس ولاية في حاضر هذا اليوم؟ اسمح لي يا جناب الوالي، نبدأ الكلام في أول جلسة لي بينكم، ونتقدم باللي ألهمني ليه رب العالمين من أفكار لخدمة البلاد والعباد. هلت البركة، تفضل أمير أبو الكادر. اسمعوا لي حضرات أعضاء المجلس الأكارم. الشرف سيدي، تفضل. هذا حقك يا أمير، كلنا أذان صاغية. مشكورين مشكورين. تسمحوا لي يا أكارم، نبدأ الكلام بالطريق اللي جينا فيها من بيروت للشام. هذا الطريق اللي قطعها المسافر بحوالي اليومين على ظهر الدابة، حالها حال الطريق في البوادي والقفار. واحنا نعلم باللي يقطعها يوميا مئات المسافرين والبضائع جاية رايحة، واحنا نسأل كيفاش نقدر نجعل هذا الطريق مهاد للسابلة وقوافل التجارة. وار مسؤوليات دولة آلية ومجلس ولاية في هذا موضوع. نظن يا جناب الوالي أنه عندما تجبي الدولة العالية ضريبة من الرعاية بالمقابل، لازم عليها ترعاهم وتأمن لهم الخدمة اللازمة لمعيشتهم. تحصيل ضرائب موجود يا أمير من أجل تأمين قوافل ومهما الحج مبارك. نحن نعلم يا جناب الوالي علو همتكم في تأمين محمل الحج، ولكن يزلكم تتولهوا بحال البلاد والعباد، وهي اليوم في حال لا يسر لا عدو ولا صديق. ما معروضكم يا أمير في هذا الشأن؟ وكما راني نسمع ونشوف من أهل الشام أن الحرب الطويلة مع المسكوف خدت عدد كبير من ولادهم وتسبت في توقف مصالح كثيرة، وزيد على هذا الشيء ورود البضائع الأوروبية بأبخس الأثمان، خاصة القماش الإنجليزي اللي أصاب بالضرر الكبير مصالح التجار وأصحاب صناعة النسل والغزل والنول وكار الألاجة الكل. لقد سمعنا وعرفنا أن أصحاب هذه المصالح تشكوا لسلفنا وميك باشا، وأنه أحال كديتهم إلى دار كطاء. تمام فضيلة قاضي القضاء؟ تمام تمام جناب الوالي. وش جرى بعد رفع القضية إلى دار القضاء؟ يا سيدي معلومكم، هذا يخص سياسة السلطنة وفرمانات مولانا السلطان اللي أعطى حرية إدخال البضائع الإنجليزية إلى الديار الشامية. اللي جرى يا جناب الوالي أن هناك 2500 نول نسيج صاروا متوقفين عن العمل وتوريد الرزق لآلاف العائلات. ولكم أن تتفكروا يا أكارم ما هو مصير هذه العائلات اليوم، ولكم أن تتأملوا أعداد العائلات المستورة واللي تتسول لقمة العيش في الجوامع والثكايا وفي كل الأسواق.
هل سألتم أنفسكم عن تزايد جرائم العيارين واللصوص وقطاع الطرق؟ أمير عبد القادر، يواش يواش، إلى أين تريد أن تذهب بنا في أول جلسة لحضرتكم في مجلس ولايتنا؟ ما راح تفهمني وين أخذهم الصبح. أخذك مشوار راح يسبل لك قلبك وخاطرك. شو هالمشوار هذا كله غبرة وقلة واجب؟ كنت قلي إنه بعيد، كنا جينا بالعرباية. يا رفيق شو قصتك محضر؟ عم قلك طولي بالك شوي، رح فرجيك شغلة بتطير ضمانات العقل. بعدين شغلة صار لك خاطرك مدة وما كنت تلاقي لها سبيل. لا تكون شغلة هيك كيف ها؟ الله يسامحك لك مدحت، أنا تبع هالشغلات. طيب أخي فهمني وين مجرجبني وراكم الصبح؟ رح آخذك فرجيك شغلة أهل الشام بزمانهم ما شافوها. إذا طلعت الشغلة شغلة حكواتي كركوزاتي لا تلوم لنفسك ها؟ مشي مشي يا رجال مشي. والآن يا حضرات نجي على قضية من أهم القضايا اللي نشوفها من أهم النوائب اللي تصيب الأمة، والداء الذي إذا استحكم وطال عهده استعصى على الدواء. هذه القضية هي قضية العلم والكتاب الذي يفتح بصائر الأمة على مسارب النور أو يغلقها على ظلمات الجهل. أفت أفت، عندما كنا في البلاد القاتل الفرنسيس وندفع الظلم على أرواحنا صرنا في آخر أيامنا فلولة من المقاتلين نمشي مع عيالنا وولادنا وخيلنا وغنامنا. قريتنا الصغيرة المقاتلة كنا نسميوها زمالة، وأهم شيء كنا نحرص عليه هو الخيمة اللي تحمل الكتب، كتب العلم والأدب والشعر. كنا نحملوها معنا في كل ترحال، قبل المكلة وقبل الشراب وقبل الذخيرة لتلزم السلاح نتاعنا، لأننا كنا نؤمن بأن الكتابة هو ذخيرة الروح أهم في كل معركة من ذخائر السلاح. صحيح. والآن يا حضرات نتكلم عن وضع المكتبات في الشام والحال اللي وصلت ليه. كيفاش نخليه هذه المكتبات على حالها؟ السوس ينخر فيها وتأكلها القردة ويد الإهمال تعبث بها والناس تذبر عنها إلا من بعض طلاب العلم والدين. من يتسبب بإهمالها ويترك عقول الناس للظلام؟ راحت على مولانا. خليه يتفضل هلأ يأشر بنده. هلا ما رح تفهمني لوين جايين؟ ما بتقدر تتصبر هالنتفه، خلاص كلها سطرين وبتوصل لمتن الموضوع. شو سطرين بوصل لمتن الموضوع؟ علي موضوع هذا؟ هلا بتشوف. السلام عليكم ام اطناس. وعليكم السلام رد افندي. بالله ابو اطناس موجود بالصومعة ما هيك؟ ايه كل بد وين بده يروح يعني؟ يلا بنقدر نتشرف لعنده انا واخي مدحت؟ لكان تفضل تفضلوا. كتر خيري، شرف مدحت افندي. أطناس إجات الضيوف. لك هلا وقت الضيوف؟ منو هدول؟ لك يبعث لك هذا مراد أفندي ومعه أخوه، مشان الله لا تواخذونا. ولا يهمك أم أطناس ما أعرف طبعه. يا حنا أنا مراد، نازلين لعندك ها؟ أهلا مراد أفندي، تفضل تفضل. عن إذنك، شرف مدحت أفندي. هيك بيستقبلوا ضيوفهم لك يا آدمي؟ أشرقت الأنوار مراد أفندي، لو بعرف إنه جنابك مشرفنا لفرشنا لك الأرض سجاد مجاد وقهوة شكرلي. اطلع من هالبواب، نحن منقبل منك حصير مصير وقهوة سادة. ولك أهلين مراد. ملحوقة بعدين بتضمني. والله زمان يا مراد، وين هالغيبة؟ دنيا سراقة يا حنا، شو بدي أقول لك؟ عليم الله انك دايما بالقلب وبالبال. قلت لحالي وحده من تنتين، يا ترقت فيه الاحوال وصار اغا، يا اما ورد ابو محمود الحكواتي وصار يشخص سيره عنتر وعبله بالقهاوي. الله عليك يا ابو الحن،
انت كمان كامشة سيري على محسوبك. هاي سوسة بتجري مجرى الدم بعرق البني آدم. وانت كمان يا ابو النقط والحروف، ما عاد تعرف تحط لي الشدة فوق اللذينة. يا ابن اللذينة. قبل ما تغلط اخي الكبير مدحت افندي ماشي على طريق الأغوية، وإذا صحت له الباشوية ما بيقصر. مراد لا تتضايق ولا يضل ببالك مدحت أفندي، أنا بعرف مراد وحكياته، تشرفنا بمعرفتك. الداعي لا تكمل، أنا بكمل عنك. الداعي قصدي حضرته حنا الدوماني الملقب بأبو الحن، صاحب أول مطبعة بالشام. مطبعة؟ إيه نعم سيدي، مطبعة. يعني بتخط حرف الكتب؟ بتجمع مدحت أفندي، بتجمع الحرف للكتب والكزيطة إذا بدك. بالحرف التركي؟ بالحرف العربي، الحرف اللي سطروا جدي وجدك وكتبوا فيه المعلقات. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. احنا رايحين نخطب لمدحت، الله يقدم لي في الخير مرت عمي، بس ما كان لازم تقولوا لي. كنت انا كمان تغندرت وتكحلت ورحت معكم، شو علي؟ لك مدحت انت بتستاهل احسن بنت بكل الشام. انت مستقل بحالك، انت ابن الاغا لمباهي، عز وجاه، اشبوبيه وعلم. أعطيني يومين ثلاثة بس لأطقص لك عند هالبشاوات، شوف مين في عنده شي بنت غرض جواز. ليش أنت مفكر كل العالم مثلك؟ يعني قديش أمي أنا رضياني علي؟ الله وحده هو اللي بيعرف بحالي. ايوه اوعك تحكي هالحكي للأغا، ها؟ لأنه هالشغلة هي مو خرج الأفندية بنوب. أصلاً هو بيضل يقلي إياها، منصمدك بهالليوان منلاقيك بين الأبائيب.